علو الهمة أسبابها كثيرة حقيقة، أهمها أن ينظر إلى الهدف، ماذا يريد. فإذا كان كما يقولون وإذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجسام، الإنسان إذا كان الهدف عظيما ستكون الهمة عظيمة لأنه يريد ذاك الهدف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سلني، قال مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فالإنسان إذا أراد أن يرفع همته لابد أن يكون له هدف. ما الهدف الذي تريد؟ ماذا تريد أنت بالذات؟ أريد كذا، أريد الجنة مثلا، أريد أن أكون وزيرا، أريد أن أكون إن شاء الله ما تصير وزير، أريد أن أكون مديرا، أريد أن أكون غنيا، أريد أن أكون كذا. عندك هدف، فهذا الهدف يعطيك همة. أما إذا ما كان عنده هدف ما تكون له همة. فتحديد الهدف مهم جدا، الإنسان تكون له همة. الأمر الثاني أن يقرأ بالسير، سواء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سير الصالحين بشكل عام، يقرأ يعني سيرهم ويستفيد من هديهم وطريقتهم في معرفة الهمة. كذلك الإنسان لابد تكون عنده عزيمة، وتكون عنده كذلك يعني أهداف معقولة. يعني بعض الناس تكون عنده يعني همة بنال شيء وهو مستحيل يوصل له أصلا، هذا غلط. يعني واحد يقول أنا والله عندي همة أني أصير نبي، ما راح تصير نبي. واضح؟ ما راح تصير نبي، شلون تصير نبي؟ قال لا ولا وعندي همة أنا، ما يصلح هذا. لا بد تكون الهمة في شيء ويمكن الوصول إليه، يمكن الوصول. لابد أن تكون همتك. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال يعني نلت كل شيء، يقول فتمنيت الإمارة فنلتها، فلما نلتها تمنيت الخلافة، تاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها، والآن تتوق نفسي إلى الجنة. فالإنسان تكون له همة فيسعى لتحقيق المراد، فإذا سعى حقق المراد يصل إليه. أذكر أحد الإخوة يذكر لي يقول كنت مقدم على وظيفة، بس وظيفة يعني عالية شوي، يبي مقدم وظيفة مدير، ورئيس مجلس الإدارة اللي فوق المدير درجات، فاجتمع معاي يبي يشوف يسألني وكذا، وش عندك ما عندك كذا. فالمهم قال لي شنو همتك؟ وين تبي توصل؟ انت جاي انت عندك ما هو طموحك؟ وين تبي توصل؟ يقول لك كرسيك. وقلت له كرسيك ولا يرجع يتعدل؟ قال نعم. قال لا يعني بعد عمر طويل يعني بالجد والاجتهاد. يقول قمت ارجع بس ما مشيت معي، يقول مشوني. ما القصد ان الانسان يعني اذا اراد ان تكون له يعني همة عالية أن يكون هدفه واضحا، أن يكون هدف يمكن تحقيقه، أن يستعين ببعض الإخوة يساعدونه على هذا الأمر، يبذل الأسباب لتحقيق هذا المراد. كذلك أن يكثر من قراءة سير العظماء كما يقال الذين حققوا هذه الأهداف، ولعله يصل إن شاء الله تعالى. ثقة بالنفس أهم شيء، عندك ثقة بالنفس أنك تستطيع ذلك وإن شاء الله تتحقق، ما في مانع.